ضوء الشمس لأي غرفة بالبيت هو طاقة إيجابية 100%. أي مثل ما قلت لك أي شيء بدك تحطيه ببيتك هو رح يعكس صفات هذا الشيء. رأني مثل ما خبرنا كل المتابعين إنه نحن اليوم رح نجي على مكان للأثاث، رح نختار غرفة الجلوس ونحكي عن الأفكار الإيجابية للطاقة بغرفة الجلوس. مزبوط. يعني خلينا نختار كيف ممكن نرتب غرفة الجلوس. هلا اليوم رح نحكي عن غرفة الجلوس، أهم غرفة، ورح نحكي شيء ثاني اليوم، رح نحكي عن الإكسسوارات اللي بتنحط، رح نحكي شو فيك تحطي إكسسوار تشجع الطاقة الإيجابية. نحن علم الفنت شوي اللي حكينا عليه المرة الماضية، شوفي هذا العلم لصالحك. ليش؟ كرمال شو؟ كرمال صحتك أول شيء، كرمال السلام، بيتك مملكتك، يعني هو البيت دائما مملكة الأنثى. إذا ما كان في إكسسوار بيفهم عليها، ما كان في قطعة هي بتحبها، بصير كتير مشكلة كبيرة، وأيام أيام بصير طلاقات من وراء هالقصة، مشان هيك نوع مفروشات معين أنا بدي هي انتبه. مشان ما نجيب تصير مشان ما حدا يطلع حدا، خلينا هسا نحكي على القواعد الأساسية باختيار غرفة الجلوس. تمام، هلا شو أهم القواعد رح نحكي عنها رأي؟ اليوم رح نحكي على الكاوتشات، رح نحكي على اللوحات، رح نحكي كيف الألوان، شو الألوان المناسبة. شوفي ما في ولا غرفة جلوس بالعالم طاقتها سلبية ما فيني أحولها لإيجابية. مستحيل، يعني افكار بسيطه بنحول أفكار بسيطه وبدون تكلفه ماديه كبيره. يعني ممكن انا اغير بالديكورات، ممكن اغير بالتصميم. يعني هلا شايفين رح نشوف هلا هذا السكشن، هذا الكاوتش، شايفه هذا العباره، هذا الشكل اللي احنا شايفينه شكل نصف دائري، هذا من افضل الاشكال الموجوده بعلم الطاقه فينغ شوي، لانه مرور نصف الدائره هذا بدون حواف بيساعدك على مرور الطاقه. اذا بتلاحظي هيك، لاحظي مكملين باللوحه، إذا بتشوفي اللوحة الدائرة الكاملة شايفة، وهي عبارة عن كريستال. دائما أنا أفضل الكريستال بالبيت. تمام، الكريستال بيجذب الطاقة. تمام، طاقة إيجابية بيجذب الطاقة، وهو كتير مفيد لتنظيف البيت، بيعطيكي رونق وجمال وعز ورفاهية. شكل اللوحة الدائري، شكل اللوحة الدائري بالنسبة لهي رائع جدا. بس إذا بتلاحظي، إذا بدنا هلا نحن هذا الكاوتش حطيناه بشكل زاوية، ما حتكون الدائرة مناسبة له. يعني دائما تنقية اللوحات هو آخر شيء، لازم تكون مع سيت اب كامل مع الشكل. شوفي لازم يكون الصالون تبعك ولوحة، هو كله عبارة عن لوحة. راني ركزت كثير على انه تاخذ المكان اللي فيه اضاءه، وقلت انه هذا اكثر مكان مثالي لغرفه الجلوس. شرط دخول الضوء 100%. شوفي شو بيعمل ضوء الشمس لاي غرفه بالبيت هو طاقه ايجابيه 100%، لان اول شيء هو قاتل للجراثيم ضوء الشمس. يعني اي مكان فيه ضوء شمس هو قاتل للجراثيم. مشان هيك اذا بتلاحظي انت معظم حتى دبي كذا كله باللور، دائما اذا بتلاحظي بالليل لدخول الشمس بسهولة. مشان هيك أنا بفضل دائما إذا عندك صالون يكون عندك شبابيك، دائما حاولي إنه الصبح يكون مفتوحين حتى الجرايد تكون مفتوحة. يفضل دائما تنظيف الطاقة وتنظيف غرفة الجلوس بضوء الشمس. طيب، اللي هنحكي بعدين التنظيف الثاني اللي هو الملح والبخور. تمام، الالوان راني هون كانت الوان فاتحه، بتفضل انت هاي الالوان الفاتحه او بنسميها الوان باردي، او بتروح للالوان الصاخبه؟ لا لا لا، هلا هو شايفه هذا الالوان، هذا جاي اذا بتلاحظوا هلا المشاهدين جاي مثل الجراي والوايت. هذا انا بفضل دائما لتكبر غرفه الجلوس يكون في الوان فاتحه، وفيك تضيفي عليها هلا هن ضايفين عليها الذهبي. لاحظه ان الشغلات الذهبيه هلا اذا بتلاحظي اللون الذهبي دائما بيعطي عز. هلا شايفه حتى اللون الازرق ممكن تضيفي، لانه في الوان، في شيء اسمه لاف كلرز، حب الالوان، في الوان بتحب بعضها، يعني الازرق بحب الابيض. انت مثلا هي الغرفه هي ملائمه تماما، لانه انت بدك تتناقشي، جاي جوزك من الشغل وانتم قاعدين بغرفه الجلوس، لازم يكون في نقاش. شو بدنا نشكل؟ اللون الازرق بشغل شاكره الحنجره، النطق، بصير في نقاش، في ود. وهذا هلا رح نساوي، شو رح نساوي؟ رح نجيب الفلور الازرق اللي شفناه هون، رح نحطه هون عشان نكمل هي اللوحه. يعني جبنا بعض الافكار اللي ضفناها على غرفه الجلوس وزادت الغرفه طاقه، شو بتحكي لنا على شو ضفناها؟ اول شيء ضفنا الفلاور امام الورد، الورد الطبيعي. ثاني شيء اللون، اذا بتلاحظي اللون الازرق او اللي نحن بنقوله هذا البيبي بلو، هذا اللون المايل للفستقي كمان، ملائم للغرفه. ثاني شيء انا ما لازم كثير غراض بقلب الطاوله، يعني هي طاوله الجلوس، هي مو طاوله سفره، عشان اذا جاكي ضيف في حط فنجان القهوه يكون مرتاح، يكون في مرور للطاقه. يعني دائما انا بحاول هون ما يكون في غراض كثير الا شيء مهم ومميز، اللي هو يا اكسسوار تمام يا فلور. انا بضيف الفلور اللي هو هذا فور ايفر، يعني للابد، هذا كثير حلو. شايف الالوان؟ هلا هذا اللون بيعطي استقرار مع هذا الكاوتش، فينا نضيفه هذا تمام. شوفي عطى شموخ، الوقفه تبعه حلوه،
اي مثل ما قلت لك اي شيء بدك تحطيه ببيتك هو رح يعكس صفات هذا الشيء، يعني الورد رح يعكس صفاته على البيت والتمثال رح يعكس صفاته. مشان هيك انا دائما بفضل اذا بدك تحطي، وقليل انا يعني انا نادرا لاقول انه حطوا حيوانات بالبيت او تماثيل، بس انا بفضل اذا بدك تحطي تمثال وحطي احصنه. هلا رح نغير الورد رح نحطه احمر نشوف رح يفرق ولا لا. تمام حطينا احمر. احمر يا فرق طاقه الغرفه كلها اذا بتلاحظي، حتى نحن جبنا المدراء موجودين هون نالهم كيف الوضع، فرقت معكم طاقه الغرفه، فرقت تقريبا 180 درجه بين الاحمر، صار في حب عشق غرام انرجي. شفتي الفرق بالاكسسوار؟ يعني بمعنى تغيير بسيط هو غير الطاقه بس، وتغيير غير مكلف، تغيير بقطعه حطيناها هون بالوسط لانه نحن حاطينها بالسنتر، سنتر غرفه الجلوس هي اللي عم تعطي التوزيع طاقه المكان. مشان هيك انا دائما بفضلها يكون حواليها فاضي، ما تكتري كثير على الاكسسوارات. هو مو بالتكتير، انا كترت معناته شيء اهم، لا انا بفضل شيء سامبل بسيط جدا ومعبر. شايفه طاقه كيف اختلفت؟